تنسب مشاعر الأطفال ها هنا لتتجسد في عرض مسرحي يحاكي واقع اللاجئين. وفي ذكرى إحياء مناسبتين تتمثلان بيوم اللاجئ العالمي واختيار القدس عاصمة للثقافة الإسلامية، اجتمع بعض من السوريين والفلسطينيين في مدينة غازي عنتاب التركية بدعوة من منظمة الرواد للتنمية. اليوم لدينا فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، طبعا هو يوم عالمي لكن تكلمنا فيه عن اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين كحالة خاصة تمسنا. عروض فيلمية تستعرض تهجير الشعبين الفلسطيني والسوري، بالإضافة إلى ندوة إنسانية وقانونية تناقش حقوق اللاجئين في منافيهم تضمنتها المناسبة، فيما كان للحيز الثقافي نصيب كبير تمثل في عروض غنائية تنشد للاجئين وأخرى مسرحية لفرقة محمد المغوط تعبر عن حياة اللاجئين وما يعيشونه من مشاعر بين الآلام والأحلام. اليوم عم نقدم على اللاجئين، يعني عم طالب حقنا مع الظلم. هدول العالم اشي زي بيموتوا، مو لازم يكونوا بالاوطان، بس لو كان ما بشار الظالم نحن كان هلا ببلادنا. في هذه القاعة اجتمع شتات اللاجئين السوريين والفلسطينيين في غازي عنتاب، وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين أحيا أبناء البلدين ذكرى رحيلهم عن بلادهم، لعل جيلا من أبنائهم يرسم أملا بالعودة والحياة الكريمة. من ولاية غازي عنتاب التركية، مازن أبو تمام، حلب اليوم.